حفلات لغوصو قنانة دي عشرة دينية او سو سعودي دوركي بلودي او قدن بيي او نسوق من قابيه مسجد كار رحمة يال وقب تي كولومبس اوهايو اردي ادو فرابدون ويسو قوشرة قبل اي ويلال سي واناكسن وسو لبستي ايا كاقب غري سؤال اللي حريرة عشرة دي اي سوق ادن اي انبليه اللي سو دافي كواسو يسو قوشرة قرآن كا كريم كا سيرة دي نبي جان محمد نحريسي نبت قليا كوركيس ها اهاتي عقيدة دا اي فقه سؤالها وانت بدن معلمين تو اي ويدين ايان ارددا ايا دنكودا وحاي ارددو اسداف سدين سؤال ايا جواب اللي حرير عشرة دا اي سوقاتين وحان الله رياقي فهم كاي علميقا اي دلن يردن كفا ايديستين عشرة دا اي سوقاتين ايان بله اقودن بيي والدين تو حاضر كواها قوبتا ايا اوغم هاد عليين معلمين تي امامو الكمسجد كار رحمة دادالك اي قليين عرور تودا ايقو بلن قادي ان اي كالين تودا كسو بيحي دونان دمان علوم هذا يا والدينتا معلمينتا وإن السلام يا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي وما هاتسك الله ولا ليال نسوك أنك هناي أرد هذا يا معلمينتا هولو بضم بيسوق بتين عشرة بضم بينوصو دياريين إلهي خير سيو مسجدك الرحمة وحجعلنا مرك إن شاء الله تعالى إن هاد بحلا سوبرنا يقولنا لمس ودقد بن كرو لكن قايبا يرى وكم ذا إن أن حصنه إن شاء الله دولة هي رهذو سؤال با إن شاء الله تعالى أي نص وديارين أرضا سيد السيرة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة صح ذا سؤالك صابسا فقه إسلامك سيدا صلاة دا يو وحيكو أنصحيصو زكادا لنا عوالبا هدي اللي يرهدو والو يدين دونا إن شاء الله تعالى هدو إله يرهدو لواقعي واضحان ولشنا و مربع لسؤالي دونا قبلهانا مربع لسؤالي دونا إن شاء الله تعالى هدو إله يرهدو أيوة فحسن باشا سأغوتك دونا قرآن ككريم كأ أصول إن شاء الله تعالى ولسؤالي دونا كدبنا إن شاء الله وحانسين دونا هدو إله يرهدو والدين تقايب كاميدا وكلمات نوغسو وخاتمي دونو يا معلمين تنطي ونصر وقتك ونصر تقالو مركا شاء الله تعالى سيدي عادة نو أهيدبو وحان كوب لابن دونا وكو إفتاح دونا هدو إلهي رهدو قرام كريم كا وأي نو أخرنا يساقبول إلهي رهدو فاذما الزهرة عبد الرحمن مركا فاذما الزهرة سودو إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر هذا نوحن كسروينا إن شاء الله تعالى هندو إلهي رادو وكلمة ير نوقف الفردون إن شاء الله هندو إلهي رادو معلن مصرف سودو سيدي فليتفضل مشكورا وماجورا بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا نهرت إله بمهاتسك الله سبحانه وتعالى نغسو جمعيي قوبتهم بركيسا محايا لقصتك هذا انت نظر أن نسوغني من وحيتها وكليا هنا نموجن شعائر تدين تسلام كوي قف كمركز موجي شعائرتنا وحدوكتهن كل جين إن إلهي سبحانه وتعالى أجر يا خير يا عدو إلهي وسين هيو وحان مركز كلا إن هل كان أجمع هاد علين هيا دمان دتك حاضرين تأهل كان صو حاضري
ويجوه الرئيان دتك واردين تاه آتك يا آتك أقيمها بدن آتك أجدد علي أولاده دا إلهي سبحانه وتعالى جعلنا إن أولاده دا إن قطادد إلهي رسول كيس كحرن إن نقدان واردين تاسان إلهي سبحانه وتعالى وحن أقبر يهيا إن إلهي إن عمره جود إلهي راجيو أجر عظيم أنا إلهي جسيا وهكلو أيقنا سيدو كلا أن أمهد علينا يا دمان رجلا يرضى يا قبلها هل كان شوغا ما أرديدا دمان تود وحن أمهد علينا يا سيدو وناكسن أي يسوع أجيبين حضور كان أما كلن كان سجع كلن كان أحبابي في الله وحوي وكلن إسلامي وكمي دهي أو إكمي تهي عقيدة دي صحيح هذا هذا وناكسن النفط جدنا هي إن شاء الله تعالى وحي كلو إلهي وقدره أو إلهي نجارسي وقت جوان أجنهاي ماشون وير عريري وقت جونا وجابين يهاي مركو حارمنا إن شاء الله تعالى نفط جنجو إن صوكو كابنا معلمين تا أيجنا سيد وكله وحن وعنا وهل كان أجمعرين هيا إلهي خير بدن أيجنا الله سيو وضدك السبب كواها إن ضد كان معناه سبحان وقت جودا قيمة لهنا ناقوري إلهي وحن كبرينا أجر عظيمة إنه إلهي سيو إن شاء الله تعالى أيجنا الكلمة دو ده أن كل إن شاء الله من أكو أدن وانلوس ويسو شيدين تونان علوم ده دي إلهي قدره مركا دمانتين وما تسنتهين خير الله جنسيو إن شاء الله تعالى كلنا كنكو مركا واسدا أيضا هذا وحام مكرفونك كورة جنا هي معلم محمد إن شاء الله معلم محمد ما شاء الله شيخ إن شاء الله مصرف خير الله سيو أديوني آخر والله حفظيو إن شاء الله تعالى سؤاله بنواب الله بنايو سؤالها سيرة إن شاء الله تعالى وليش وحنوي دين دانو مع العبد ولي حاشي سودو مع المودي فليظف المشكورا السلام عليكم everyone. إن شاء الله we'll be proceeding with the questions regarding the biography of the Prophet صلى الله عليه وسلم. So how we'll go, well, I'll call up a person, they'll come up here and just answer the question إن شاء الله. سؤاله وحلس ودينا أكو صاحب سنة بقصيري إن شاء الله. And يونس أبو هريرة يونس عبد شكور عبد شكري. من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو نبينا عربينا وهاشم أرسل الله تعالى للناس أرسل الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. أكو حجوا عبد الرحمن بر أذكر لنا نسبه من جهة أبيه. هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن خالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن إلياس بن مذر بن نزار بن معاذ بن عناني. Next is محمد أمين. أذكر لي نسبه من جهة أمه. هو سيدنا محمد بن آمنة بنت وهب بن عبد منافق بن الزهري بن كلاب بن مراتة. عبد الرحمن عمر. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في مكان يعرف بسوق الليل. إبراهيم حسين. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد عام الفيل في فجر يوم الاثنين الثاني عشر شهر ربيع الأول. Next is خالد شريف. كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد مخدوعا سرة رافعا بصره إلى السماء راف ووادعا يديه بالأرض. رضوان محمد. كيف كان يشب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يشب على مكارم الأخلاق، قد حفظه مولاه من أخذار الجاهلية، فكان أفضل الناس مروءة وأحسنهم خلقا وأبعدهم من الفحش والإشتة أمانات. سماه قومه الأمين وردوه حكما عند وضع الحجر الأسود. آذن إريك. أذكر كيف كان بدء الوحي. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ثم حبب إليه الخلوة في غار حراء ويتعبد فيه وكان يسلم عليه الحجر والشجر قبل الوحي. رياض محمد. أذكر بعثته وكيف نزل عليه جبريل. إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ
فقال ما أنا بقاري فقده ثم رسله 3 مرات ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى ما لم يعلم. محمد شيخ، متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تم له 40 سنة وجاءه سنة جبريل بالنبوة وذلك في يوم الاثنين 17 من رمضان. عبد العزيز بر، ماذا قال ورقة؟ قال إنه جاءهنا موسى الذي نزل الله على موسى وأنه رسول الله الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام. حمزة ظاهر، هل نزل عليه جبريل ثانية وماذا قرأ عليه؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم متدثر إذ نزل عليه جبريل وقرأ له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فظاهر الرجز فاجر ولا تمن تستكثر ربك فاصبر. عبد الحكيم عمر، من أول من آمن به؟ أول من آمن به على الإطلاق خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن موالي زيد، ومن العباد بلال. أمير عبد، من الذي أسلم بدعوة أبي بكر؟ هم عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد وطلحة وخيرهم. عبد الكريم شيخ، كيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم؟ كانت دعوته صلى الله عليه وسلم سرا لمدة 3 سنين تقريبا حتى فشى ذكر الإسلام بمكة فأمر بالجهر بالدعوة فجهر بها. محمود محمد، من هم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أبو جهل وأمية وأبو لهب والولية وعتبة وشيبة. حسين محمود، ما الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالحنيفية سمحا لنوحد الله ولا نشرك به شيئا وجاءنا بخير الدنيا والآخرة. ما شاء الله سؤاله وانا انتاس ان شاء الله مع محمد اكو لجنة. ما شاء الله خير الله سيو ارددهاز سؤالها نقول جوابتي واصيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحا اي لويديي وصاص ايقو ودي جوابين انا كود دا لدمانتين خيوين يا ابيال يا قفول بو نفتي دي نفسي سنة وقلات اردهر مايا بلير دمانتو اسكو اكتهين وحاوايا وحاي سمين ايان qof weyn baa waxa laga yaabaa nabiga magaciisa sallallahu alayhi wasallam hadii la weydiyo inuu san aqoon laakiin maxay qaanan taariikhyaha kale taariikh al faransi wal yurani wal ingiriisi wal makasakaani iyo waxa soo dhanba yaqaanan laakiin taariikhda nabiga sallallahu alayhi wasallam si fiican uma yaqaanan marka waa waxa aad u fiican waaye insha Allah ta'ala haddana waxaan noogu xigo aqeedada aqeedatu al awam la yiraahdo ay insha Allah ta'ala isla akhrin doonaan ee wiilasha marka waqtiga ila sanayna waxa uu yeeraya su'aalaha fiqigaan galayna marka maal xasan baan doonayaa doona insha Allah ta'ala wiilasha su'aalaha fiqiga ah oo matni bas ah laakiin gabdhaha insha Allah ta'ala waxa laga rabaa matna wa sharxan labadoo laga rabaa matrigan in la su'aalo kadibna ay noo fasiraan marka insha Allah ta'ala maal xasan sadu أرضي أقولي أن وين يحوي عبد الكريم شيخ ما الطهارة هي فعل ما لا تصح الصلاة إلا به كإزالة النجاسة والاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم. عبد القادر ما النجاسات؟ هي الدم والقيح والقيء والخمر والكلب والخنزير ولبن الحيوان الذي لا يؤكل لحمها وما خرج من السبيلين إلا المني فإنه ظاهر والميتة وشعرها وعظمها إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. كيف تظهر النجاسة؟ يقصل محلها بالماء الطهور حتى تزول رائحتها ولونها ودعمها إلا نجاسة الكلب والخنزير وجلد الميتة. فإذا عبد الرحمن بن نوي دين دون تشاء الله تعالى قبلها سؤالها فقه غيب طهور وركا فائزة سؤالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Faiza. And I will now be welcoming to the podium the girls of Masjid Al-Rahma. They're going to be questioned on a kitab they've been taking over the summer called Al-Mubad Al-Fiqh. I will now like to welcome to the podium Mahada and Tiham.
and they will be covering أحكام الإسلام. أحكامه خمسة وعشان الفرد وحفر الله والسنة وحسنة والمباح وحبنان والحرام وحرامة والمكروه يوحل كراثنا. ما الفرد؟ فرضكم حاول. هو وحاوية الواجب فعله فعل واجبة فإذا فعله المكلف هدوقف قانقارة والسمايو ينال ثوابا وحلية أجري حسنات وإذا تركه هدوك تغانا ينال عقابا والله عقابيا. مكلف ماي معنين كرتا؟ مكلف وحاوية قف قانقارة وعقل قسوشوغن يعني ووالنين عمل بالغولة. فرضكوا إمسا؟ نوعان لبن نوعواية فرد الكفاية يفرد العين. بل فرض العين؟ فرض العين إيه؟ هو وحاوية الواجب فعله فعل واجبة على كل مكلف وكو واجب يقف والبوق عنقارة كالصلاة والسيامي سيدة الصلاة إيه صنكة. Okay, ما الطهارة؟ فإيسا, what is purity؟ هي فعل ما لا تصح الصلاة إلا به كإزالة النجاسة والاستنجاء والوضوء والخسل. Purity is something that prayer is valid without, such as is not valid without, such as removing impurity, cleansing oneself, performing wudu, qusul, and tayammum. ما وسائل الطهارة؟ What are the means of purification? الماء والتراب والحجر والدبخ والصابون. Water, sand, stone, and soap. ما الماء المستعمل؟ What is water that is used? هو الماء القليل المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. It's a small amount of water used to remove impurity or to remove hadith. What is hadith? There is two types of hadith, hadith al-asqar and hadith al-akbar. Hadith al-asqar is a small hadith. It is whatever requires you to perform wudu, and hadith al-akbar is whatever requires you to perform ghusl. All right, Aisha, man najasa, what is impurity? هي الدم والقيح والقيء والقمر والكلب والخنزير ولبن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما خرج من السبيلين إلا المنية فإنه ظاهر والميتة وشعرها وعدمها إلا ميتة الآدمية والسمك والجراد. Impurities are blood, secretion, vomit, alcohol, the dog, the pig, the milk of animals whose meat is not consumed, whatever comes out of the two tracks except the منية, for that is pure. The dead body's hair and bones, except for human carcasses, fish and locusts. فاضل واحد شكتاب كم فروض الغسل؟ وفروض الغسل شيئان: نية رفع الجنابة والطهارة للصلاة وتعميم شعره وبشره بالماء حتى ما تحت خلفة الأقلف. ريان, ما الفرض التاسع والعاشر؟ وسجود مرتين بوضع الجبهة مكشوفة مع التعامل وبدون الكفين وبدون أصابع الرجلين والركبتين مع التنكيس بأن ترتفع أسافله على عاله وذمانته. هذا حوير يا رويدة, ما هي باقي الفروض؟ والجلوس بين السجدتين وطمأنيناته وتشهد الأخير والخروج فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وسلامه وترتيبه. السلام عليكم, my name is Naima Abdi, and today we'll be talking about Imam al-Bukhari's inspiring journey. Dear fellow students and respected teachers, today I want to share the remarkable journey of Imam al-Bukhari, a man who dedicated his life pursuing knowledge. His story is not an historical account, but an inspiring testament of seeking knowledge and its impact on Islamic history. Imam al-Bukhari was born in the city of Bukhara, located in modern-day Uzbekistan, in the year 810. His early life was marked by hardship as he lost his father shortly after his birth and experienced weak eyesight, eventually leading to blindness. Despite these challenges, Imam al-Bukhari's mother, a righteous woman who played an important role in his upbringing, prayed for her son's well-being. Assalamu alaikum. Today I will be sharing with you a speech I've prepared about the importance of Salah. What is Salah and why is it so important? Salah is the second pillar of Islam and the peak of obedience. It is a unique act of worship involving every one of our body parts. It combines the recitation of the Quran, dhikr, and supplications. Each one of these is an extremely praiseworthy act of worship outside of Salah. Salah, however, combines all three acts in one setting. Moreover, Salah is an act where you simultaneously worship Allah subhanahu wa ta'ala using your tongue, body, and heart.
We are obligated to perform salah every day, not once but five times, and praying five times a day allows us to renew our pledge to Allah subhanahu wa ta'ala each time. As humans, we immerse ourselves in this world and therefore tend to forget Allah. As soon as we're about to drown in our heedlessness, Salah intervenes, offering a lifeline that pulls us swiftly out of it. Horta Ilaahay ayaan ku shukriinaa dhammaanteen saqeer iyo kabiirba. Waayo haddaan Ilaahay amrin maba aanna imaaneenba. Waxaan isku dardaarmaynaa xafladdu waa sida loo sheegay. Waxaa mahadle Ilaahay halka isugu keenay iyo dadkii halkan diyaariyay quruxda badan. rag iyo dumar bale dhalinyaro iyo waayeel leh baa mahad leh intaa ka bacdi waxaan isku dardaarmaynaa ilaahay inaan ka baqno horta cabsida meel ku tiirinno waayo waxa halkan isugu keenay saqiir iyo kabiirba waa cabsi ilaahay iyo dariiqii naar looga badbaadi lahaa jannana lagu aadi lahaa wax kaleeto meesha la isuguma imaanay horta taa qulubta weyn la geliya aanu ducayno ardada iyo macallimiinta iyo waalidiinta halkan isugu timid waxaana dhaliisha leh odayaasha anigu ah ka mid ahay oo aabbayaasha oo furunta dagaalka ka baqa lagu jira subaxa saaka taas dhaliishaas od aabbayaasha isgale waxa mahfaana waa daba dhigayaa taa ku darsada waxaa la yidhi aabbaha iyo hooyadu markay isguursanayaan inay reer dhisaan oo awlaad dhalaan oo is-shukaasadaan oo wada socdaan way isku afgartaan oo waa ku ballamaa baa la yidhi laakiin hal kuma daraab baa la yidhi inay la diriirin labadoodu kuma daraab baa la yidhi arrintaas iyada oo halkaas khilaaf ka imaanin reerka dhexdiisa intaasna waan ku darayaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan rabnaa inaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macalimiinta ardayda waalidka dadka kasoo qeyb galay xafladan oo dhan waxbarashada maasha allah ilmaha aaday u dadaaleen ayagana dadaalkooda halkaa kasii wateen insha allah waalidiinta ilmihiina haddaa la dadaashiin kuwa kasoo qeyb galay iyo kuwa kaleba sidaasoo kale iyo kasii fiicanay gaarayaan heerka madarasadan aada ugu faraxsanahay aada u mahadsan awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh ka bacdina madarasada maaragtay mucalimiinta dhigahaya iyo ardaduba aada bay u mahadsan yihiin iyo waalidiinta run ahaantii waa maalin kastana waa aragnaa adeerna hadda siduu ka hadlayay weeye dadka ilmaha dhalay way kala qaybsan yihiin hooyooyinka mar walba waa la arkaa meel walba la joogo iskuul hadday noqoto dugsi hadday noqoto laakiin waalidiintii ilmahan dhalay oo la rabay inay horjoogaha u ahaadaan mar walba meelaha way ka maqan yihiin taasna waa runtii dhaliil aan usoo jeedinahayo dadka waalidiinta ah oo khaasatan aabayaasha waxaan aragnaa mar walbaan ognahay markii hadda cunugu iskuul ka qalinjabinahayo kale aabbaha hadduu waddanka ka maqan yahay inuu imaadaa laga yaaba laakiin diintii hadhowtadeena cunugii waxaa lagula dagaalamaya waxba maadan baranin iskuulka dugsigii wax fiican meel fiican kama gaarin diinka meel fiican kama gaarin laakiin dhaliishaas ha ogaadaan ilmuhu iskama laha laakiin dadka ilmaha dhalay oo aabbayaasha ayaa iskale maxaa yeelay asagaa laga rabay inuu meel walba ku hogaamiyo intuu hadda waxaa laga yaabaa ilmaha dad badanoo hadda ilmahan ka mid ah haddii aabbayaashu la raadiyo meelahan ugu sokeeyo oo bibitooyinka inay fadhiyaan baa laga yaaba qaar ka mid a marka insha allahu tacaala waxaan rabaa horta khaasatanna u mahad celiya macalimiinta waxaan rabaa kelimo kalena inaan ku daro oo ku saabsan qur-aanka kariimka ah ardada iyo waalidiintaba qof walboo naga mida waxaan horta ognahay diintan islaamka qof kasta oo meel ka gaaray wuxuu ku gaaray waxaa weeyaan qur-aanka kariimka haddaad fiiriso taariikhda ama siirada laga soo bilaabo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu imaado ilaa culummada hadda nala joogta qof walba wuxuu meel ku gaaray waxaa weeye qur-aanka qof kasta waxaa lagu leeyahay markuu intaa jiray ayuu qur-aanka xifdiyey ka bacdii diinku bartay
anaga waxaan rabnaa hadda zamankan lagu jiro qof walba shortcut inuu qaato diinta islaamka wax shortcut la dhaaf kuma jiraan qof kasta waxaa laga rabaa quraanka horta inuu meel saaro quraanka qofkii ma taqaana uu ku adkaadana inuu yeesho wax yar oo maaragtay uu samaysto raatibo asagu uu leeyahay oo khaas u ah oo maaragtay uu daa'imo oo maalin walba uu akhriyo a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim amma yatasaa'aluun 'anil نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ابدأوا بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع